قلت الجغور المالينيش نكثور الدريانيش نكثور الجهادينيش أكنا الضيمة الغريش خطر تسمى الرأس نتسا وليس عارك شيني تسعير مخيدا ويكدي فكانا ويسيك سيني تسا إذن سيدة ربيهم وكثرة الغشي سلسلحة ربيهم كان خطر أنك شيني ويفكي يهيد من بعد الضيمة ومنك نمودي فكانا إذن تسا غير غضي حايدي الزيف لكي يقواس ولقرا إلا تسا عقيدك لي كان يد مثلا وتصف ضرر وين العريض أم كل العبد لإظلم حشر خلاص خلص ولا بون الخطر أصدر من الضعيف أصدر من الفقير أصدر من المسكين أصدر من ذوي حوجا أصدر من الجارينك إن دلت فقط مسافيك وين قضي وين كان يتصدم أجر في ذلك سيدي عمر سيدي ربي أسيد سيدي ربي سيدي غالي وجيم إكشر ديار نصاري ذينا أرض ضرر ذينا أنت زيف لك في مسال كما يتمثل سيد ربيع قال قويس ولا تحسب أن الله غافلا عما يعمل الظالمون إن دول أغور كأس أسجار باللي سيد ربيع يغفر فين يخدم الظلام كيف يقال سيد ربيع قويس وسيعلم الذين ظلموا إيام انقلب ينقلبون يقال أزر من الظلام إن كانت قيفه في اللسن إن دلت فوق مسال تنسن كيف إذن كم كوين يتشن حق الغير كم كوين مكني يتشن أيلا الفقراء بالمساكين وستقن على سيحقش يبوين أيلا من الدنيا ويذ يرنث غروس يرنث غروس أثي دي سكن سيدة ربيه سبحانه وتعالى لم تقرفتها شبحادة سمقين من الدنيا خصار دا شي سيخدم سيدة ربيه ما قلت دا شي سيخدم سيدة ربيه أثي عاد سيدة ربيه دي الدنيا أقفل دي أول غير الأخر خطر ضو الظالم أين دي قولين دي أخر ذي الناس مسبت على أكثر إلى قناع قلك الذي قصد ربهم ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا وين يظلم إذ هو إن دسفق العذاب قرحا الذي ذوق العذاب قرحا كان يقصد ربهم وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد سيد ربهم هذه كفو سيسابي يرفض الظلام ثم دمين سقريح أتجيني أزدي الله مثلا يعوذ ذا شو هذه اسمك فين ما يمكثى دي منع ولكن ودي يمكثى لغسي من قنف ثمن أقلية النظام أفيدي وث غير كلا أفيدي وث الصحاس أفيدي وث الدرياس أفيدي وث غير المالي نس ما بقى لنا إذا انسان يحس في ثاني يزرنا ثم سألنا كذلك لا يغادر ورد نسيد ربي منع ولكن ما بقى لنا ويمنع على في استيادة النظام إلى قد يعقيب لي سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى أثير في الدلفان كما يتمثل لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا فالظلم دائما عقباه الندم تنام عيناك والمظلوم منتبه وعين الله لم تنم إذا أظلم ما لماذا قريف كيك ربي تزمع أنا خطر الظلم ولا قرار ظلم دماء زمنت وانك أبقى مشت أتصل أقدر شيء تصل ولكن المظلوم أنك نظيم ذكني أني شق في ترام أني شق مشكلة دي سوى سارة يظن يظن السخطة لروحة سيحقش تشيغاس وذي يرفذف سيصر سيدة ربيع ولا نسيدة بق مشتلة نسيدة قرر لا تأخذه سنة ولا نوم كالجنة رسول شبيح صلى الله عليه وسلم دي قال واتقي دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب دعوة دعاء قني تظيما وليس الحجاب يدرس السيدة ربيع أذي خرق دعاء ليس ذي خرق في جناوث أنا ما يقض غروخ الله سبحانه وتعالى وسيد ربي ما دي الرواج الديني وعزتي وجلالي لأنصر منك ولو بعد حين تحق العز وحق الجلالين أرضك منصر الدين وقتر ويوم أكا يزران سيد ربي شو يقدرون يا العبادي يزران شو يقدرون ذي القاعينس الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قال ثلاثة دعوات ولش الحجاب جالس لسيد ربي دعوة الوالدين يوروا السن والدعوة قوين يتصليما والدعوة للمسافر مسافر أكيدين إلى قد يعقيب لهم يعني حذرة الشغل حق غير نظام مولاش أديزي كلش في الله هذا يروح كلش أشجارت تملكوض أشجارت تسعيض أشجارت ثغر الضمع كانتين الصبر من مثل شغل حق غير نظام يقوى ستزي في الله ثمسات وخلال ورق دي تقيمة
كل شهر يروح هباء المنظور كاين يد مثلا غور كاليدام الصب ولا قرار مولاش هذا تسمى الشرب غور كان داك الشرويه ولا قرار مولاش ولا قرار هذا الشرب كاين غور ان اذا الظلم مولاش ولا قرار هذا الشرب ديما الطاس لعيبه دي بوثن وغان تشوفن الطاس لعيبه ديال الشان وغان متشن سيدي ربو راسي تخاف ورا كاين وتسوى ذا وين يتظيمن وقطع على لياس سيد ربي غرور كي قلع سيد ربي غرور وين يتظيمن قلع ماشي غير الظالم ولكن الظالم يوقس اللي يزي في الناس يقرض الرسول صلى الله عليه وسلم أن البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت اعمل ما شئت كما تدين تدان سيد ربي ولي قال راه سيد ربي ولي تسلدهم ولي قال اي كلم اي نفخ مر هذا كيو غاي اختي ديال سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى كيف